كابتن علاء، مبروك، فوز مهم جدا كنا محتاجينه. مبروك يا عم، 3 نقاط مهمين جدا وفوز انت كنت محتاجه، انك اول فوز ليك في بطوله افريقيا مع فريق انت غالبه قبل ما تلعبه. كنا هنتكلم يعني كوره، يعني مش حاجه تانية. انت الفريق ده 3 نقاط موجودين معاك من قبل ما تلعب، ان الفريق يعني تماما ملوش دعوه بكره القدم. هم قالوا نفسهم ان احنا كمان بعيد خالص السنه دي، وفعلا من أسوأ المرات اشوف فيها كره الكاميرون بهذا الشكل، ان كره الكاميرون على طول موجود في بطوله افريقيا. أسوأ مره اشوف الفريق ده بالشكل ده، ان الفريق لا يملك شيء تماما. يعني في فرقه تبقى فنياتها ضعيفه قوي، تحس ان في لياقه بدنيه عاليه، تدخلات جامده، في جري كتير، لا دول ما عندهمش اي مبادئ الكره خالص. يعني الفريق ما يتعبكش. اللي حصل ان انت بعد الشوط الاول اتمنيت على المباراه تماما. 2-0 المباراه بالنسبه لي كهدف خلصت، ال3 نقاط خلصوا. مفيش حد بقى ما بيحبش يسمع الكلام، ايه الكوره فيها العجب وده لسه شوط تاني، كلام فارغ كله ما ينفعش مع الفريق بتاع النهارده. في فرقه كده الموضوع انتهى تماما. اما اجي افكر انا في الشوط الثاني، ده السبب اللي حصل فيه هدوء الشوط الثاني بسبب النتيجه الشوط الاولاني. نتيجه الشوط الاول يا ايمن تعمل لك حاجتين، تهديك انت كفريق انك 3 نقاط معاك، وانا قلت لك بين الشوطين ايه، انزل الشوط الثاني النتيجه 0-0. ليه؟ اللي عايز بدور على هدف واثنين وثلاثه، ليه ما كسبش 5-6 النهارده؟ عشان بقول لك انا الفرق بتسمع نتائجك، الفرق بتتفرج عليك، لازم يبقى عندك في لعيبه كتير جدا بيجيب جول عنده ثقه في نفسه. انا عجبني النهارده قلت لك محمد شريف النهارده في بدايه الاستوديو يجيب جول، جاب جول النهارده، جول حلو قوي، الجول الاول وفي اول مباراه ثقه عادت للشريف. سيبك ان هو جات له اصابه ان شاء الله تبقى خفيفه ويرجع تاني للفريق. الاهداف بتدي الثقه للعيبه. خندوس النهارده اول هدف ليه تمام، مع ان ليه شويه ملاحظات. الهدف الثالث رافت لعيب واحد وكده، لكن يعني ايمن الكره النهارده اي حد بيلعب الكره النهارده لمسه ولعبه انت هتروح للجول بمعدل 5 دقائق، كل 5 دقائق انت في قلب الجول بتاعه، مش اكتر من كده والله. مش محتاج تجري بالكره خطوتين، مش محتاجه ابقى واقف على ال 18 والفريق طلع على ال 18، ما اعرفش يعني الثقافه دي خلصت من زمان. يعني النهارده المفروض تجرب حاجات جديده حتى لو ناقصاك. النهارده فرصه الشوط الثاني، انا لو انا كولر يعني عمري ما هبقى كولر طبعا، الشوط الثاني اول حاجه اعملها اروح مغير علي معلول على طول. علي معلول شكرا كفايه، عشان احنا عندنا في خناقه مش مباراه كره قدم، خناقه بتاعت لاعب فريق قوي جدا جدا محترم، ترتيبه كويس جدا في الدوري طبعا. مش عايز يفرط في نقطه، كابتن شوقي عامل له شكل وطول عمره اقول له عرب من كابتن شريف كمان، لا فريق يحترم، فريق قوي جدا، فهيلاعبك. الموضوع اللي شفناه النهارده لا، الموضوع مختلف تماما، اقرب نفسك. لحظه خليني اكلمك على اللي شفته النهارده. ممكن الشوط الثاني يكون كان فيه تعليمات مدرب انك تلعب بكل هدوء، تلعب بعيد عن الاحتكاكات، انت كده كده كسبان. ممكن يكون قال لهم نفس الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن، انت العب بسهوله هتلاقي نفسك كل دقيقتين ثلاثه قدام الجول، ولكن الهدوء كان زياده عن اللزوم. يعني الهدوء تقريبا ما اصفرش غير مثلا عن هجمتين اللي هم نقدر نقول منهم ان النادي الاهلي ممكن يجيب فيهم جول، منهم الجول اللي هو دخل بتاع رأفت خليل. لو انت بتسمي ده هدوء يبقى انا اعرف الهدوء غلط. لا انا بقول لك ده مش هدوء، بقول لك فكر اللعيب. ما هو لا مش هدوء، الهدوء انك حتى وانت هادي الكوره ما تضيعش منك. انما انت النهارده برضه بتعملها كويس كويس. لما تطمن على مباراه زي كده دايما 2-0 في الشوط الاول، انا سيبك من بدايه الشوط الاول، انت محتاج مكسب وكده وقلق والكلام ده، الحمد لله ربنا كرمك بهدفين. الشوط الثاني زي ما بقول لك معلول شكرا، ريح كويس قوي، لانك انت اكتر واحد محتاج روتيشن في فريق النادي الاهلي علي معلول. ايوه رقم واحد، لان الراجل ده مستهلك تماما، وكان اسامه بيتكلم في بدايه الاستوديو ان هو لازم في واحد واثنين وكده. علي لحد الان انت مش لاقي الممكن يسد مش محله، يعني ها 70% مكان علي معلول. فطبيعي ما عندك ورقه رابحه زي علي معلول انا بتنشا على اي فرصه عشان رايحه. النهارده انت بس كان احسن واحد النهارده في فرقه النادي الاهلي، ما هو عشان علي معلول ده مستواه دايما. علي معلول دايما بينزل اي مباراه، انا النهارده نازل مباراه وهعمل كل اللي عندي بنسبه 100% على الفنيات اللي عنده، فبيظهر بالمستوى ده. هو ده لعيب الكوره انت محتاجه، فعشان لعيب الكوره اللي محتاجه ده ومفتاح مهم جدا من مفاتيحك، على قد ما اقدر احافظ عليه، احافظ عليه ما كدوش في مباريات مش محتاجه خالص. النهارده
شكرا محمد اشرف. أيوة. هتعمل حاجتين، هتريح علي ان شاء الله يوم الثلاث، وتدي محمد اشرف فرصه مباراه سهله ممكن يفكر يعمل هو عايز فيه في المباراه، هتمشي تدي ثقه للولد الصغير، تريح علي معلول، وانت انت في الاخر اصل انت بص امام المدير الفني بيحاول ياخد من المباراه كل حاجه حلوه تنفع هو وتنفع فرقته. طبعا الحاجات الحلوه النهارده ايه؟ ثلاث نقاط حلوين قوي الحمد لله مهمين. اعمل ايه بقى؟ المجهد اريحه، اللي عايز اديله فرصه من بدري، يعني انا كان رايي رأفت ده ياخد شوط من بدري شوط كامل، لان اولا لعيب كويس قوي، لعيب واعي جريء، عندك كل حاجه حلوه. اللعيبه الصغيره اللي انت بتوسم فيها ان هم هيبقى نجم، الذكاء انك امتى تلعب. النهارده بمنتهى الذكاء والحكمه ادي اكبر فتره للنجوم دي، لانه خلاص انت بتلاعب فريق مش عامل لك اي مشاكل، فرقتك كل حاجه ماشيه كويس، جماهيرك مسانداك، دايما الناشئ بيحب الجو ده. أي. ان فرقه كسبانه ومفيش مشاكل وعندك جماهير هتطلعك السما. صح. كل ده بص مفيش ناشئ حط رجله في النادي الاهلي غير ما تمنى الجو ده، يلعب في الظروف دي. ياما ناشئين لعبوا احسن مننا بس الظروف مظبوط ما خدمتهمش فمشوا. صح. عشان كده دايما بقول لك انا ايه ازاي تلعب الناشئ. النهارده لازم رافع تلعب بدري، محمد اشرف، شكرا يا معلول. انت مش راضي عن الاداء الشوط الثاني؟ لا لو حد راضي شريف. لا لا لو حد راضي في جماهير النادي الاهلي يتفضل يكلمك، انا مش راضي عن الاداء بس كويس المكسب. انا طبعا. انا على فكره عندي حاجه بقول لك دايما، لو انت حتى ادائك مش عالي قوي كسبت هقول لك مبروك، لان انا عايز دايما الاهم. وقلتها على فكره، بقول كلمه انا عارف بقول ايه، قلت النهارده حتى كان تعليق على كلام بلال، انا يهمني النتيجه، انا يهمني النهارده النتيجه، لان النتيجه هتديني خطوه كويسه. صح. وانت ابدا اصلح، لان لا قدر الله حصل حاجه مفيش تصليح دايما كده انتهت. صح. بس انا دايما انا طماع في حاجه، بحب دايما الحاجه تبقى حاجه دايما للاحسن، لان انت النادي الاهلي. ايوه انت النادي الاهلي، بدور ان انت في احسن حالاتك توصل لدرجه انك شبه حاجه كامله. عشان كده بقول لك خد النهارده مباراه النهارده السهله الضعيفه دي، خد منها كل حاجه حلوه. قلل اخطائك، قلل مساحه الجري، دي برضو حاجه تعمل روتيشن لنفسك داخل. يعني لعيبه النادي الاهلي النهارده عارف بشويه هدوء انا هعمل روتيشن لنفسي في الملعب. ايه الملعب؟ خلي ملعب، خلي ملعب بس. ده ما كانش كان بيتكلم بيقول لك ليه من 18 ل 18؟ طب ما انا خليهم بالسنتر اللي عندنا والعب على النص بتاعه، هو اساس نص ملعبه، هو عمره هيجي عندك بكره طويله، وانت ما شاء الله عندك ياسر وعبد المنعم ورامي الشناوي، حتى ما عندهمش ناس حربه يلعبوا عليه ويعمل لك مشاكل. يعني مثلا فرقه الهلال مش عارف كان بلال مين اللي بيتكلم، عندهم الراجل ناحيه اليمين ده سريع جدا، فبترمي اي كوره عامل لك مشكله، عشان كده لازم تقلق منه. ده ما عندهمش مشاكل، مفيش مشاكل، يبقى انا المشاكل دي اخدها ليا انا ايجابيات. اقلل المساحه كويس قوي، اقلل كميه جري في الملعب على فكره من غير تغيير خالص، بهدوء جري بسيط، مساحات قليله، مساحات بسيطه. اولا طول ما خطوطك قريبه التمرير الخاطئ نسبته هتنزل للنص. تماما يا ايمن، تماما. اللي بيخلي لعيب بيخطا ايه؟ مساحات بعيده، بيضطر يجري بالكوره. الملعب ده او الملعب كان على فكره بقى سيء جدا للاسف. لسه هكلمك في نقطه الملعب دي والله. لا الملعب سيء جدا، عشان كده سيء جدا. الملعب غريب جدا يعني. جدا. صحيح. بس هقول لك حاجه ايمن، الملعب سيء يبقى محتاج مش جاري بالكوره. يعني برضه ما هو تلعب مظبوط مظبوط. ربنا ادانا عقل يعني، الملعب وحش ما اجريش بالكوره، الملعب حلو ساعدني اعمل كل حاجه. مش كده بقول لك مش منافع، الجري بالكوره مش كويس ملعب النهارده. التمرير لازم يبقى اسهل من كده. افتقدت حاجه النهارده مهمه قوي. هو جاب جول وباركت له وهايل. افتكرت رقم 10. رقم 10 في ايه؟ رقم 10 في الاستحواذ، رقم 10 في التمرير، رقم 10 في همزه الوصل. كندوس النهارده لعب رقم 10 بس لعبه ايه؟ اللي هو راس حربه تاني. بدليل الهدف اللي جابه كان هو راس الحربه، لكن هو يعني هو ما عملهاش ايه؟ اندفاع من الخلف للامام، هو كان مكانه هنا. كندوسي دايما النهارده عمل مشكله او غلطه، يمكن عشان لسه اول مره، دايما ظهره لحارس المرمى بتاع القطن الكاميروني، ومش لازم يبقى كده كوندوسي، المفروض في المركز لازم كوندوسي يبقى هو اللي شايف الملعب. صح. هو اللي بيعمل الحته اللي بيعملها محمد مجد دايما الاستاذ بيتكلم عليها. رقم 10 هو يبقى ده، وبعدين يكمل الحته الثانيه اللي هو عملها النهارده. هو عمل حاجه قبل حاجه، لكن الاهم ليه هو اللي بيلعب، هو اللي حاكم في الريتم، هو لما يلاقي فيه باص غلط باص غلط باص غلط، يروح ماسك الكوره واحده اثنين ويبدا ثاني. ده رقم 10 اللي موجود في كل الفرق. الراجل بيتحكم لك في الاداء، بيتحكم في الريتم بتاعك، بيتحكم في شكلك كويس قوي. لكن القندوسي هو كولر شايفه في الحته دي. قندوسي عامه لما بيلعب على طرف من الاطراف مش بره خالص بيبقى اداؤه اقوى من كده بكتير. لكن النهارده دي ايجابيه النهارده،
كوندوز لعب النهارده افريقيا اول ماتش وهدف فاهمني ايجابيه استخو. خدت لعيب جديد استفدت منه. كان كان ممكن محمد مغز يديله وقت النهارده برضه ما ينزل يهدي اللعب ياخد ثقه في نفسه الامور تبقى احسن. لكن خلاص الاهم عشان بس ما فيش حد ياخد كلامي غلط الاهم حصل وده الحاجه اللي انا كنت عايزها النهارده. ثلاث نقاط الحمد لله عندي الثلاث المقاولين مباراه صعبه جدا هتاخدها احتكاك قوي جدا جدا طبعاً. جدا وان شاء الله سافر صن داونز ده الصح بقى ده قمه تركيزك وتشوف هتلعب ازاي وتشوف العناصر اللي انت ان شاء الله تبقى عندك كلها متاحه يا رب كلهم متاحين مش عايزين اصابات لان مباراه صن داونز مش سهله. ومناسبة الاصابات يمكن دكتور ابو عبله صرح بعد المباراه ان محمد شريف واخد كدمه جامده جدا في الحوض وفي الضلوع عنده هيعمل اشعه وربنا يطمنا عليه ان شاء الله. ان شاء الله يبقى سليم محمد بعد هدف النهارده اتمنى موجود. ومحمد هاني برده نطمن عليه برده ان شاء الله عايزه موجود يعني بتمنى موجود حتى الماتش الثالث لان محمد شريف جاب هدف انا مش عايزه يبعد لان دايما يعني الهدافين ما شاء الله في ثلاثه هدافين معانا دايما موجود في الملعب على طول هدف 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 موجود محمد شريف. ربنا يسهل في الكشف الطبي بكره قبل ان شاء الله خير لكن خير ان شاء لكن الله خير ان شاء الله النهارده برده دي من الحاجات الكويسه ان احرز هدف النهارده وان شاء الله بقول لك ايمن صن داونز التفكير فيه اكيد مش قبل يوم الثلاث خلاص ثلاث على خير يا رب ويبدا تفكير صن داونز التفكير مع صن داونز شيء مختلف تماما تماما على النهارده صح. الحزبه مختلفه والحزبه لازم تلعب على جزئيات صغيره جدا 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 انت بتلعب فريق ما يستحملش الاخطاء الى جانب ان هو اكيد محترمك كويس قوي قوي وعارف ان انت هتسافر عشان بتلعب على ثلاث نقاط لو المفهوم ده سافرت بيه ان شاء الله بعد يوم الثلاث انك رايح صن داونز للثلاث نقاط هترجع بيهم ان شاء الله من غير اي حسابات ثانيه. كنت تتمنى ان ما يبقاش في ماتش يوم الثلاث؟ اكيد كنت اتمنى طبعا طبعا انا بتمنى اي يوم راحه لعيبه النادي الاهلي طبعا لانك انت اللي تستفيد لكن خلاص يعني هو ده قدرك ومش هنتكلم فيها ايمن لانها خلاص يعني حاجات جداول اتعملت وكده انت ما بتعترضش بتطلب حصل حصل ما حصلش خلاص انا ما عنديش مشكله مش هشتكي مش النادي الاهلي بيشتكي بيقول لي لا انا كان لا لا الحمد لله عندك لعيبه ولاعيبه جاهزه وان شاء الله يأدوا المهمه كويس او انت عندك ما شاء الله كلهم رجاله وبيتمنوا يلعبوا وان شاء الله نعدي بس اهم حاجه الثلاث لان ده مهم جدا بالنسبه لنا تسافر صن داونز ان شاء الله يوم بعد يوم الثلاث وانت كسبان وده مهم لان المباراه صعبه وقويه وبص ايمن هي مجهده جدا بس انا بالنسبه لي مفيده لما تعمل احتكاك مع فريق المقاولين بالقوه اللي انا متاكد منها وكل الاستوديو متاكد منها وان شاء الله تعدي وتسافر صن داونز لا تسافر عارف لا انت جامد بروفه قويه ايوه غير النهارده النهارده لو انت لعبت بعد القطن الكاميروني لو انت لعبت على الـ على الـ على صن داونز اعتقد لا كانت الامور هتبقى الـ 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 الامور نفسها نفسيا هتبقى مريح لا انا عايز اروح وانا عامل مجهود جامد وانا مشدود وانا عندي رغبه ان انا اكسب هو ده اللي بفكر فيه ان شاء الله عايز تقول حاجه لا يعني انا بخاف من حاجات معينه تاثر نفسيا وانت رايح تلعب لا لا خالص 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 لا والله خالص صن داونز اتمنى انها ما تحصلش يعني صن داونز حزبه ثانيه خالص انا بتكلم على حته الاجهاد والتعب وبعد يومين عندك ماتش ثاني ضد المقاولين لا قدر الله بص اقول لك بص 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 الماتش هتلاقي ولا مش لاعب هتلاقي خلاص ننسى نشرب على النقطه دي وخلاص على كده وتبدا تركز فيها بص ايمن قدرك كنادي اهلي وكلعيبه النادي الاهلي اللي بيحصل لك انت زي انت دايما بتخش على القرارات الشرعيه طلبت تاجيل مباراه حصل شكرا ومشكرين جدا على اللي حصل ما حصلش خلاص انا هلعب الماتش وان شاء الله هعدي منه وان شاء الله هروح صن داونز وان شاء الله هرجع بالثلاث نقاط يا رب يا رب ان شاء الله ربنا